والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل وبغل يكونتنات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو جري باب جواز حلق الرأس وحباب هاي مدح حيردي سوني بنانتها للمحرم قفك محرم كاي حج يا عمر صوح إذا كان به أذن مركو مدح دب كاهي أما دب كقبض ووجوب الفدية لحلقه يا فدير واجب يسحير إذا مدح الحيرت مع الحيري وبيان قدرها يا إن العديو فدية ذا أنت ينتهي. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا حماد بن زيد أبو الربيع يمرك قواريري باكوض قضاني حديثك عن حماد بن زيد حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا أي قال أيوب سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الفقيه عن كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أتى علي رسول الله سحبه وحجري أتى علي رسول الله رسول كيابا إصوم مري زمن الحديبية سنة كي حديبية حلق حديبية سنة كي تضباد هجرة وأنا أوقد أنه رنا يأفوفيا تحت قال القواريري تحت قدر لي وقال أبو الربيع تحت برمة لي يعني وعربا إنه مسلم كالدو لبديس الشيخ الفاضو دي مريه بو كالدوية وأنا أوقد أنا الشضي أمهورنا تحت قدر لي دري أن لها أما دكسي أن لها دكسي بان دبكو راعين هايون شضي هايون وحكو كرن هاي وقال أبو الربيع أسوي حوري نبقى إسوام مري زمن الحديبي وأنا أوقد تحت برمة لي برمة يقدري وحبا أود حيا مركا برمة أصل كيضو ودري قال لغا سمية نقاحا أما قل قل دي ودوبة لغا سمية چلي قال لغا سمية قدروا لكن وحكا ستو لغا سمية نقون كرا أما برها لغا سمية أما دوبها لغا سمية برمة لي يعني دري أما ديكسي بان دب كشي ده هاي نبغا مركا إصوم مري والقمل انشرتنا يتناثر على وجه وجه قصوى دادانوي مركان فوريون أفوفها يدكسي أما دبك أنشيذي بإنشرت وجهي قصوى شيء مضحي قصوى داداتي فقال وحور نبي أيوديك مقربيا هوام رأسك مضح عيان كسي حشراتك إنشرت أنا مقربي إسان بالله قوضا قال قلت نعم قال فحلق حير اسكحير تمها وصم ثلاثة أيام صدح مالموت نصور أو أمسيه أطعم ستة مساكين اللحم سكين قود والراشين سي أو أمسي أنسك نسيكة نيف قورع اذبح ذبيحة أنسك نسيكة قال أيوب أصو حويلي مركو حديثك وريني أيوب وحويلي فلا أدري بأي ذلك بدأ صدح ذاك النبوك وكب الله بما قرني فلا أدري موغي بأي ذلك صدح ذاك الرموت كذيب وبدأ نبوك بالله بي وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسوا نسيكة لا بضع صدح ذاك وكب الله بما قرني وإن إيمان دوت الروايات كورتا أرم بعده وحدثني علي بن حجر مياس السعدي وزي بن حرب أبو خيثمة النسائي ويعقوب بن إبراهيم الزهري جميعا رقى صدح ذا وذجرس عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية كقاتل حديثك عن أيوب ومرك ابن علية وحم متابعين يا وذات كهوري حماد بن زيد عن أيوب في هذا الإسناد سنة كان ساقو وحكوري وذات كان ابن علية بمثل حديث حماد بن زيد عن أيوب وحدثنا محمد مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد إبراهيم ابن أبي عدي عن ابن عون عبد الله بن عون البصري عن مجاهد هذا نمرك عبد الله بن عون يا وحم متابعين وذاتك يا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال في أي في أمري أنا أرن كي قصدي أي أنزلت لسودك هذه الآيات وآيات أيضا فمن كان منكم مريضا كين حنونسا أو به أذى من الرأس يا ما مضح لبكقبة ففدية مضح فرشا لقربا ومن صيام صونة أو صدقة حوال رشيل لبحياء
أو نسكين نيف لقورعاء هلب لبحياء. قال السحابي وحري فأتيته نبي قانو من تقدير تخير باكوتشرة هذه مسألة واتقرن إيسا حقيقة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام صومر السحابي قصوه ودكسي شده هيا مركاس المدحي سنجد كده نسيبه النبي والله يا أبو أرقي وكتغي نبي بوس كيسي يميشو فرديمي تنرد وقال سنين مكوتغي يوحوري هاللي يقول كعب نعجرة وصف فرندري كعب الله يري نبي ميشو يقول متصليق هيد مركز النبي سوده ويري سوده إلى مركز وصفي عن حالة ديسة وقباران دقي مركز حديث قصوه مختصر يصوه مطول أبو مركز رواية كوكو إمان دون لكساس يسكو حمي دهوش فأتيته مركز فأتيته يا نبي إسوه مره اسم الدين هيا فأتيته النبي صلى الله عليه وسلم حي مركر هو يزمر كدبنا وإيه مركز الأتقوي طيب هذا وكذا إذا شرحه فقال حور صبنا أدن صرده وفدناه توان دواذي فقال حور أدن صرده وفدناه توان دواذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوار كيف قال حور أيوذيك ما قلبي يا هوامك وعيان كذا هوام أنت بدو حل إذا هلق هلق يا حبتك قصقة إياها هوامك اللي إذا مركاكاس أيها هو مكلا إذا هذا ما يدب على الأرض ولا ما كذا بوسك قدع هواء هوام يسوام بكليهين وي أو لبديه قال ابن عم وحيري وأظن وحن أم لين قال إنه يلمركو حديث كي ورني شيخيه نعم نبي الله وايدي بياها فأمرني وحي أمر نبي بفدية تم تحفرش أمري أو من صيام من صونة أو صدقة أو كفارة لو جد الدم بقل الجلي ولا كفارة قدني يخلط كل الجلي ها إن مدح لحيري من صيام من صونة أو صدقة راشين لقودي ومساكين لسيا أو نسكين جورعة ما تيسر روحي فوضى هذا نسق كل نف أري أقوي روحي كبدنا والله بحين كراو وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي نو عبد الله نمير الهمداني حدثنا سيف ابن سليمان قال سيف وحوري سمعت مجاهدا مركز سيف ابن سليمان بوح متابعين يا وذات كور عبد الله بن عونها أيو نكي كسرية أيوب أها السختيان كلهم عن مجاهد سمعت مجاهد بن جبران المكي يقول حدثني عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري ماليه حدثني كمجر عن بطور كيسين طيب يحدث عن عبد الرحمن بطور مقشين هذا وام حدثني عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري الفقيه حدثني كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه نبي سود الجوكس ذي سحابي كعب بن عجرة ورأسه تمي مدحيسنا يتهافت وضادنا أيه أما إذا تبصع ذقام لن إنشر درتين تهافت كوا شيء داتي حق الناس إسراع وإستبتشوك وداتا أما أصع ذو غلقلة فقال نبي حول يتهافت يتساقط دادنا يوي وحمك بوح دافئ ودلق أما داتو سيستبتشوك نقول قولا يتهافت كالليل هذا فقال وحول صبنو أيوذيك هوامك عيان كمضح مقربا يا قلت نعم قال فحلق حير رأسك مضح هذا حير قال ففي أنا في أرن كي حكم كي يدب كي يسيب نزلت هذه الآية أيضا قصوا الدكتي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا فقال لي رسول الله رسولك لو يحيقوا يجيلي صم ثلاثة أيام صدح ما المتصور أو تصدق أما لبح بفرق دنبيل وين لبحوه أقي بفرق ومركوا دنبيل قادة صدح سوس بيقادة دنبيل قادة وهي أما جراب أما أهل قادة مك وحلوش بصدح سوس بقادة بفرق بين ستة مساكين فرق أو حلو أقي بس دنبيل شاس لح مسكين أقي بي لح مسكين هدي فرق لو أقي بفرق ناين وحور قادة صدح سوس إذا سوس كم حنقون هيا سدح سوس هذه اللوقة يبيلح مسكين وامح مسكين كستوى سوس بركي بالاسين نصف صاعد مسكين قول بحقادنا سوس بركي وانا سيدة حديث عدين دون او انسو قام وحاد قورع ده ما تيسر روحي كوفو قورع صدح تعمدون هيال اذا حديث كوالا ركتان وحو شرح ايا وعضينا ايا ايادا معانا هذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صون كل ما شيء أنتو إياه
قرآنكم ما شيء أو صدقة صدقة أنت وحي تاين قرآنكم ما شيء أو نسك جور وحي يا نبي قرآنكم ما شيء نبي قافسري بوحي يطلع أو بوحي لا يطلع مركب وحي لا يطلع النبي كفسر مركا أيضا فقال لرسول حول صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق أو ست بين ست مساكين أو انسق ما تيسر سداوي راشين كانوا وحون نقضي لحم مسكين إلا قوديه نسقنا وحون نقضي إن في أريا لجورعه ماشى أجوت أما كو قيب أما ما كأدر كلقاد ملها أما ملك المساكين جوان بقي وليس ملها أما صدح مع الموت صور إذن صنك مجمل كها أما أن لفسرين هي صدقة مجملة إذن لفسرين أما مطلقة أهيد إيو نفسك إنتبا نبي غافسره قرآنك كعدي حديثك كعدي. وحدثنا محمد بن عمر العدني قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن ابن أبي نجيح واسمه عبد الله ابن أبي نجيح وأيوب ابن عائد أيوب كان ابن عائد وإما أيوب كي هران سومري ابن أبي تميم ما أهي وحميد بن قيس وعبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد جماعة عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى ابن عبد الرحمن كذا ثم رئيسين ويهد عن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به نبي صوم رئيس حابه كعب بن عجر وهو بالحديبية أسوق الجوغة قبل أن يدخل مكة مكة أنت سنقلين كهر بنبي صوم رئيس ماشي ودرق كشي دائما صوم وهو محرم أسوق محرم سحابه كعب بن عجر وحج صوح لي حجنا ما يدمر كان عمره واذكرنا يسوح إلا صوح عمره وهو يوقد أصغر الشدية تحت قدر داري هوستي دبك الشدية وداري كرنهي والقمل إن جرتنا يتهافت وقد داداني أما كوغو القلي على وجه وجه سوك سوى داداني أما كسقي فقال وحول صبنا يؤذيك وامك هذه إن جرتنا مدبك هو يسامي سوى ويسكمل عن جنيسا ماشي قال نعم نبي الله وعدب يسوارك تدبك يقوهيس قال فحلق رأسك أو اطعم أو اطعم أو اطعم أو اطعم قود عفوا وأطعم أو ما به فحلق رأسك مضح هذا الحير وأطعم قود فرقا هل سوس دنبيل راشيننا بين ست مساكن أو قيبي والفرق ثلاث آصع فرقنا وسدح سوس سدح سوس أو مس الصوم حاط صنت ثلاثة أيام سدح مع الموت صول أو انسق حاط قورع ذا نسيكة النف قورع نسق مرنا وليطلق أسوء لقوض عبادته النسق يطلق ويراد به العبادة مطلقا صلاة دي صونكي حجكي قورع إله اللي قد دواني وحاصل دنبا نسك ليد هذا مرنا قونيبا حلوكي إذا قورع إيه البهب اللوكي إذا هذا مرك نسك خاصك يطلق ويراد به العبادة المطلقة يطلق ويراد به خصوص الذبح لله سبحانه وتعالى لبدا معنى بوان نقضة ابن عباس عطاء عكرمة وحال قوريي في التفسير إنا يران جرين كل أو في كتاب الله فصاحبه بالخيار هذا أو كأركت في كتاب الله روح أوضى أي خصيصه وحي الغشيق أوضى سي وكالا دورنية من نقص بكما إنو سميه صدح داس لشيقي مدن بكالدورن هذا محال ليلي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عطائي عكرمي شيخ ابن عباس هذا ساسي أورنجري لكن ليس على إطلاقه ويكون بضانتي أوضى التخيرية القرآن ويكون بضانتي لكن كلمة اتفاق معها طيب قال ابن أبي نجع سو حور أو اذبح شاتا أو اذبح أو انسك نسيكة مبردهين وحور أو اذبح شاتا أما النيف عليها قورع وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي خالد الطحان عن خالد بن مهران عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به نبي قال صومر الزمن الحديبية وقت الحديبية لتشوقي فقال له حكور أذاك هوام رأسك مكر لبها يا أم مكر لبي عيانك ماذا هذا إن جرت الله قوضا قال نعم بولي فقال له النبي حكور نبي احلق رأسك ماذا هذا حير ثم اذبح شاتا نسكا كذبنا النيف قورع ألو دواشو نسكا أي تقرب إلى الله أما حلا إتهاي فدية كفارة إتهاي
أو أما الصوم حاطون ثلاثة أيام صدح مع الموتصون أو أطعم قود ثلاثة آسوع صدح سوحات أقيبسا ومن تمر تمرأة على ستة مساكين لح مسكين أقيب. وحدثنا محمد مثنى بن بشار بن دار قال المثنى سوحود حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الأسبهاني ابن الأسبهاني ومعيسى عبد الله بن ليدادة عبد الرحمن ابن الأسبهاني وعبد الرحمن عبد الله بن الأسبهاني عن عبد الله بن معقل ابن مقرن المزني وتابعي وتابعي إن كان ركوفا قال وحول وذات كاس أبيه بسحابي لك سوى تابعي عبد الله المغفل أسأل أسكو خلدا عبد الله المغفل وسحابي وأنا ريم أتنوى مزني لكن عبد الله المغفل وسحابي أسوى حديث دور مورية نين كان عبد الله بن عبد الله بن معقل ليداه أصوغ ابن مقرن المزني وتابعي أبيه ومعقله المقرن وبسحابيه وحوري عبد الله قعدت إلى كعب كعبا لفريستي كعب أيان لفريست وهو في المسجد أصوغ مسجد كتشوغ مسجد كوفة أصوغ فرديا أيان أتوغن لفريست فسألت وحان ويدي عن هذه الآية آية بان ويدي سحابي كعب بن عجرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بان ويدي فقال كعب حوري نزلت في أنا يقصو دكت آية كان بي أذن من رأسي مضح أيان دبك قبي أما مضح دبك غي لي فحملت إلى رسول الله رسول كلاهي بان ليقي ليحن بارنتي اللي قال أنا حنون صنمي نبي قال لي كحيوي نبي كوي ريا لي لوا نبو نبي قصو درو كالي كوي فحملت إلى رسول رسول الله بأي ليحن بارو ليقي والقمل انجرتنا يتناثر وضادنا على وجه وجه وكهوبني أما كهوبني فقال بحور ما كنت أرى مركو رو صوم ريب النبي وحوقاتين يسنسيد بطنين كدبنا وحور بلا حالتها لغا إنه نمسول بكي الرحيم نواها أمدي بربين وبصد حالك ودي بكايست ما كنت أرى أمام ملينين أن الجهد دبك بلغ منك إنه كاقر ما أرى هذا وحن أركو هران ما كان في رده وركو فير شيء ما نموذين دبك هذا إن مضعينه كقر أكو هايستو أتجد شات النيف أرى مهيلي كرتاه فقلت لا ما يا نبي الله مهلك يا رب فنزلت هذه الآية آياتنا سودكتي قيبت أن الرواد وحي عضيني سايكو عضاي نبي مركو هوري أوي نيف أريا مهلي سا اجتهادا منه بوها قبل التخيير نيف أريا مهلي سا وذبح ما بحين كرتا طيب نبي مركو هوري كو اجتهادا كدمنا آياتها كجوابته وحالي ماها في ديضو يكفارة روحا لقرب مرتبة ما هي ومخيرة ومخيرة تخير طيب فنزل آية سودك تيف فدية من صيام أو صدقة أو نسك قال وحول صوم ثلاثة أيام بالغربة صوم صدح مع الموضة أو إطعام ستة مساكين أو ملح مسكين اللقوذية نصف صاع سوس بركي طعاما لكل مسكين سوس بركي بالله بحين يايور وعنطي يقود مسكين كستبع قال وحور السحابي فنزل في خاصة آية علي أسو الدكتي وهي لكم عام مسلمين وفقاء صحابته وأصوليين إصنعيوي وبرت على الشذي ومبانا ورقاد إيو إشارة باجي الله آخر ومبانا معي إلي وفاهم معي صابك صمي ويقى أنه عيدا ماما وأنما يكون تميد إيو هي نما يكون تالو مضرب مثل با عند العرب ليدا ذا مركا آياتو أنا يقصو الدكتور يقصو من صابك أنو أهل لكن حكم كذا وحوخ سيا نوال بو إلى مدأ فنزلت في خاصة صابك روكي ذا سب نزولك أنو أها وأنا لبك يستيب إليك جوابي وهي حق آياتو لكم بذلك إياتي عامة حق حكم كنا نوال بو إلى مدأ أي آياتو خصيصا واحد داني قوني قوة متشروا لي سحابك وحدثنا بكم إذا وحكوا جرى حديث كان وحكوا جرى علماء إن للرأس وكل ما يشى يشوفان لوك تجو وحكوا لوك جرى مساجد إن أهان جرى مرا علم جاي مسائل كدين لوك خلقاته لوك باهيو طيب وحكوا لوك جرى دي أصل شيء الدليل كأنه عام مسلمين تؤية هاي ومسلمين تضم بو ذا جاري الأصل في الأحكام والعموم والمساواة إلا بدليل التخصيص تيبو صحابي قلت المامة هي
waxa kale ku jiraan markaad fadwo iyo xugum iyo qadarideeyso in hawsha ka baaraan dagtood waaqicada markoo hore si fiican aad uga bogoto aragtideeda iyo fiirinteeda ilaa markoo hore hawsha labay ku dhisan tahay mas'aladu aqoon diineed waa inaad markoo hore aad ugu leedahay oo aad mas'alada lagu keenay iyo diinta iyo shareecada aqoon qoto dheer aad u leedahay kadib marka lagu keeno mas'alada iyo baabkeeda waa inaad fahmayso midda labaad xaajadana aad hoos ugu degto xaajanimaan ogeyn baa la yidhi xiribuu ka ridaa tayib xoogal waa inaad tahay waaqacda fahansan tahay nawaasil baa dhici dhacdooyin baa iman howlaha soo kordhi zamanku iyo sanadku waa socda dadkuna waa sii fasaadahayaan in wanaagsan lama waayo xaaladda iyo waxa jira horta waa inaad aad uga waranto lagu waramo ood raadiso ood ciddii markaa kaaga xukrun aad waraysato kadibna aad xukumka saarto marka fiqul mas'ala xukumka ogaashiisa la yidhaahdaa fiqul waaqicana waa xaaladda inaad ogtahay meesha wax ka dhacay goobjoog dad weydo waa inaad xukhaye aad hawshaa ka hesho dad adigu aad isku fileyn weya hadda وحدثنا بكم نبي شيبة قال حدثنا عبد الله نمير الهمداني عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن الأسبهاني بن عبد الله حدثني عبد الله بن معقل المزني حدثني كعب بن عجرة وذارة ميشن تحديث باكوة الجراء قيبة الضنباء أنه خرج مع النبي إنه نبي قال الله بحيبه شيك السحابي كعب محرما أسوق عمر حضي فقام إلى رأس مدحي سبا إن شروبي يو اللحية قركي سبا رواية حديث كولية حتى حاجبي وشاربي سحابي كبير حتى حاجبي وشاربي أنا وحنا ما إلبا قاعد وذاتك رواية في تاريخ معروشة جاي ترجمة ديسة سحابي أدو تما قر حسان بوها نأدو تما قر حسان قركة يتمها كوي هلا أدو البوم من إيش ولا راعوها وحن مقتاي بالما سنيه يشارطي قشاه ولزال الماء بحين ترتي قشاه سحابي حتى حاجبي وشاربي سنيه كرن واي قشي شاروتنا واي قشي قد بدا مدح دا تامرك ان ترميه وإلبان أمالي عرب واحد يجدين لستا فبلغ ذلك النبي النبي قال أرنكا قال النبي قال هوشا أغادي طيب أسقى بأرك كدبنا وإيه وانيق صمرا فأرسل إليه وأفر يندر ومرك دم فدع الحلاقة تمحير النبي قال إيه انت ما حيرة فحلق رأسه ومدح يسوي حيروني صحابي وتماح كعير ثم قال له حكويلي هل عندك نصك واحد قول على مهيسا قال ما أقدر على النبي لو ما أوذ فأمر وحو أمر أن يصوم ثلاثة أيام صدح برين صوم أو يطعم ستة مساكين أما اللح مسكين أوقوذيو لكل مسكينين صاع لابد مسكين بهال صعبة يسكولي بمعنى نسبة يوكل قاضنية بعض النسخ سيدا سيد لقيان بعض النسخ وانا سيدا الصحراء بعض النسخ نوحي قرين لكل مسكين ساع ووهم مركا خطأ وي تصرف كيم الرواد وي المحب الطبري حافظك وي هوش وي براروجيين لكن نسخ عتيقة مسلم حقوق قرن سيدا هذا ينور لقان لكل مسكينين لابد مسكين بوحش ليلي ينصاع هل سوس باور لحية مسكين كنا سوس نسكي بو قادنية فأنزل الله فيه خاصة آيات نعصو سيكون ربي أغسو الدجيي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ثم كانت للمسلمين عامة كدبنا حكم كذا ومضوا اسم المسلمين ربما بو قاري رواية أبو الزبير عند الطبراني وحا قتمت إن كعب وكك فارقتي صن رواية كان وحاكوي من ذلك كفار قتي راشين بحنية إطعام لبدا الرواية مارك رواية كالصوم كأيا اللوب بدن يهي رواية كالصوم كاللوب بدن يهي حديث كان دنبا صوق وحيو قد دنبا يسي الفاديسو الفاد حيو كور إمان يسا الفاد هورا أيا جرتساس ورواية كدال أقيا يسي وكل حيو بدن بقرة تبا بدا كوبات حديث كجر توحاوي وحيو علوم كو إجماعين حق قدر كا سوزكو أما صاع إنه أفر مدي هاي وحين جمهور السلف والخلف بدينهن كفارة إنه مخيرات هاي وقفك مسلم كا إيه مثلا تماها حيرة أما ماذا حيرة كفارة لقربه كفارة أي تهاي مخيرة أما سدح بريبات ثومي أما اللح مسكين بتراشين وقيبيني
نيوالبانا نس أثينيس وصاع نسكي صاع نوانيغ سومر واللوكيري يبرد قدرك أغرون لوكيري يبرنا هده كيلي الربع بات ثينيس ومتكل بكيلي الربع بوقاضنا هي مكا نصلا سيني طيب مركا أما وحاد أما نيف بات قورا عيسى إنه صاع وأفر مد بالإجماع كفارضنا عاري جمهور السلف ومخيرة مرتبة ما هو ننكي واي ديق واي ومبرشين بحين أما السومي لورن ما هي صدح ذو أسمان طاي مدى صدح على الرعد حديد كاني دروق بضن بولي يعني دروق ذكا لوردن وربا كتشرو فربا كتشرو لبا طريق موهي طريق ابن أبي الليلة وطريق ابن معقل بس ولا طريق مسلم كقاب صدي وهذا من دقة الشيخين بيكتو سيسا يعني انتقابا يسمى حديثك طرق بدن بولي حديث كعب من عجرة لكن أصح الطرق وحوي وطريقان وأه وابن أبي ليلى عن كعب إيوه إي عبد الله بن معقل المزني عن كعب لبضع طريقه حديث كنا مركا صحابي كنا واجدا بكوفي بالنقضي رجع ورنا هي كوفي النقضي مركا واصلنا حتى كوسها بسن أي أباه الرم مدينه إنا يكقطان ريكوفو وسنة تفرد بها أهل الكوفة احتاج إليها أهل المدينة مركا نادر نادر وي طيب نيكولوجي الإمام محمد بن صالح المصري وهو شهاد وعديات وشرحي يدو مركو حكمت هاولها خاصك إني مركا كفارض مخيرتها الروايات كحديثك أولي قيابة كميدة سيعة دي عند أبي داود وحن نقصه مرة كون سيديد بول كنتون يتضبو من طريق الشعب عن من الليلة وحنكم مرة إن شئت فانسق نسيكة وإن شئت فصوم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم أيضو صريح لكن مقال باكجر أي نظر سند كذا هذا دونتو وحقورع هذا دونتو سدح برسون هذا دونتنا راشين بحي عند مالك في الموطأ من طريق أخرى وحنكم مرة أي ذلك فعلت أجزاء أي ذلك فعلت أجزاء صدح ذاك يا ثمي صبا وكاقفلن يا وكاقذية حديثكم مركو حو أصل أوياهي أصل أوياهي في حلق الرأس لأدى القمل وقاس الفقهاء ما شاركوا في المعنى حديثكم حو أصل أوياهي ننكي مضح ربو كقار ومركا أبا تمه أنوحيرو تمينا إسكحيرا حكمك قرآنك وشيغا ولا تحلق رؤوسكم قرآنك وسجد وشيغا نبينا أبياني أتفسيري أفسري وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أي أصل إياه حاونها كلي إيك روح قارة أما الضرر أما مرض كلا وحي لمديهين مضحى والله حيري لحكميهين مضحى الله حيري يلي الحكم هنا ومرك أصل بوياي الحديث هو أصل في حلق الرأس لأذى القمل هذه مضحي حنون كروكا قبط أما نبر باكا قاري أما بوك باكا قشي كدبنا تيمي مضحيرت أما واللغات طوبي أما واللغات دلان دلي وحي نقدم نقود دي اللغم بلا دلان دلي جري وأذو مضحي تيمي لحيرا الله بهذا لأذى ولمرض حقين مرينا وحان مرينا تماه مرك الله حيره انت درتيد وحال لميدا مرك الله حيره بوقي عنباري وحي لميدا يحنون كلي ولقم ان لقم مرمين مرك شينا هو منصوص نصا شينا هو يقاس عليه ما دام اي وذاقان علضا اي معنى اي وذاقان بابك وحكوا لسوق لي تمكستو الحيرو وشركة هذا كويال والله مت مثلا لغها وصا مثلا سكتو بيسا اما لغات دلان دلية اما ميل بالروائن تمي بالحير حاد اغرت بالاتك حير مصدد اغر لما يداد من قشاش بغن دور والله ليه صون حولو اللي مديا المهم تمها شركة لغا حيري كلانا مضحي لمديه ابن حزم وذاهري كليا خلافة فقال انت ذكر اسكم بيل بين مرينيه
انت مركه ان 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 كدين حدك عمقس وا عادي هي ما هي سواره كليا مكانك مكانك شرط ما مشى جوقتك كبين كرتا نصوقا مكاد جين كرتا نيروي مساكين جوقتك راشين كسين كرتا لما دين ميل لما عايمين نبيقون ما عايمين انقون عايمين منه والعمل ويعمل بالمطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل شيء الهي اوصن سيتين رسولك اوصن دبرين سيتلا انت يا دبر لانت لو دينيه ماشا جوتات كبحين هلكا جوتات كسومي راشينكا اما مكجي اما غير مكجي رين يريد قحوتي مساكين تسي وليس الله. باب جواز الحجامه للمحرم وحو بابي هاي توبينك انو بناي هي قفك محرمك توبينك قفك لغه الله ومحجومك كي للتوب يوي حاجمك ما نينك وحتوبه يا سوق ما حقو زي سوق ما حيراي سوق تم لغا حير ما هي نينك لغا هلاي وا نينك لا توباي اما مدح لغا توباي اما شرك ميلك لغا توباي اما لا داويناي الو باهان يتيميسي ان ميشه لغا سارو لغا غوي او لغا بنوي. باب جواز الحجامة للمحرم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخر وحيدة هذين أيقونا آخر لبدك الوحيدة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن طاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس لبدا الشيخ أبو عمرو حكورنا إياه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. نبي قال استوبي أصوغ محرمة احتجم وهو محرم حجة الوداع إن يهيد بان اللوب بدن ياه نبي محمد با استوبي أصوغ محرمة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور الحنفي قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن علقمة بن أبي علقمة التيمي ابن ابي علقمه واسمه بلال بالليل هذا وعلقه من بلال التيمي عن عبد الرحمن الاعرج عبد الرحمن هرمز الاعرج عن ابن بحينه واسمه عبد الله بن مالك صحابي وهو يدي بالله ترني ملك مقعيس وعبد الله بن مالك هو يدي بعانكو ياي ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله احتجم استوبي بطريق مكه مكوضه ذا جدك مكه مركوس يسعد المدينه كبح صوى محرم مكه ذي لاحظوا نبي اسكت توبي وهو محرم وسوى محرم حق اسكت توبي وسط راسه مدح سبرتميه سمدح برتن اسكت توبي الكاس كوكتا كورا اي نبي اسكت توبي. وحي مركا وسط الراس بالورن هيا وسط الراس ومركا سينك ان لكورنبو ان لربو وسط الراس ميام سوى وسط الراس هذا هو حيدغان وسط الراس بايدين دغان سوسيدا ما طيب وحي ان كلا سوعمينين اسكو دغان وحي ان كلا سوعمينين اسكو دغان وسط بالورن باي دهي سيده مدخو كلا يا جيركو كلا يا مرادو كلا وحي اسكو دغان مرض برتن كذا وسط الثوب وسط الرأس بعضه وحي سكود كان وحي كلا سوء مكرا سيد صففك وقلنا صفه وقل بحان بحق وبحكرا ننحق ويستاي كرا وحي كلا سوء مكرا وسط بالوسينك والور ربابا يدهان نمان الله بضوه يبنان تي بسوء قرشان ربما بلها المهم الكامد أحبرتن كيسان كالتوبي طريق مكاه رواية البخاري وحي قدرتي باللحي جمل باللحي جمل وطريق مكة مركة ما لحي جمل اللي هذا عيل ماها لحي جمل بي بعض الناس شيئين أي نصدق قرن وحيوقاتين دقل كي لفتي إن أنتو بينك أو لفت لف قريت كي رتيق دقل كي سين لقطة بالنبي أو لفت أسوي للدولية يسدي جيس كي أكل لقط دقل النبي لقطة ما وقوب مقعد ملبا وحال مقعد اللي هذا لحي جمل أو لحي جمل وأنا عيل مقعي او وضدنا كبح هذا مدينه كبح المكان هذا كياله واسمه موضع نبي محمد با استوبى اسوغو صومن نبي محمد با استوبى اسوغو محرمه انتو بواد مريسان طيب حديث
حديد كان مركة حديد كان عبد الله بن بحينة أصلا محو أصلوا يهي قفك محرم كا إنه استوبك رو نينك حاجم كي توبها وحتوبي أسوى الله ما هلاي كي استوبي بار لقاه الله يا كي استوبي ولبح حالهم بنغون كرا لبح حالهم بنغون كرا إن ضروري حاجة أوسو توبي وأتداو قفك محرم كي معتمر كا أما حاجيكا إنه يستوبي رتوي بنانتا حنون باقبتي إلا الداوي وي بنانتاي مركا ولحاجة أو لضرورة لسود داوي وي بنانتا داوي مركا لبر نوعا إن لقوا داوين كرا أيضاً لقوا دعيني وحان وحان بناني أيضاً لقوا دعيني وحان بناني ومثلاً داواء لهين يدقوني عرف يطيب لهين بل لقوا داويني وحلقوا داويني داوين يقابل لقوا داوين أن لو بهين تمها إلا حيرو لبضا مدوموي وحلقوا عروا مع يقف هل لقوا داوية لبوا إلا سكيلالي وإن لقوا أفقوا إيوه وحيالها عرف يدقوني طيب كاه إن لقافوي مد الله بعض وإن لقافوي تمها إن لحيره أما شركة كوي لا مرح كوي عليه مرق قفك مسلم كاي حنون صدقين للداوية محرم كاي حاجة هذا بوئز داوية زان ما قد حاجة دام عمره ستم وقتين كوي حنون صدق استر الله الأرض والله قادة وإز داوين داوين تمرق ضيسن تمنا أن لحيرين عذرنا أن لقمرين وحلا قرب مجرو في دملها هذا قبيستون بلا متى هذا هو يستطيع لمتاعي تمنى ما ضحيرين لما قوينين وحبر فو عارفون اللقوة مرينين إذا مركا وحاوهي وإذا داويسة شيء كوبنا نواد ثميسي شيء كوبنا هذا ثميسي وإذا محذور كلام كل عين وحلقة مرة من غير طيب ولا قطع شعر ولا حلقه طيب مالك بأسوقه وشوقه هذا من حيث مذهب أسوح إليه وكراه إن روح مسلم كا إزداويه داوى كيني كرته إن ديب لمرية أما تملق قراء سوى محرمة حاجة ومعتمرة حسن وحور يسوقه قبي أهم بفيديا واجبيس هذا مر بدا إزداويه سألقى وسوقه فقاده مركا هذي ضرورة ما دو ومركا واحد بقى أما حاجتي ما دو أن استماع لقوينين ديبنا أن لقمرينين وحاوي كفار لقى مرة بو كفار لقى مرة بو هذي حتى أيضا ضرورة جرنو أتكقبها تؤذو أنت لبضا أنا كبت بدن وحو لقى مرة بو وحو لقى مرة بو هذي لكن ضرورة وعاتو أما حاجو هوشن آد قويسو وتماع لقويو ديبنا لقمرينو فيديا لقى ربا فيديا لقى ربا مركا حديث وحو أصلوا يهي جواز تداوي للمحرم بما لم يكن بطيب أو حلق شعر وي طيب أصل اللي ازداويو إن البنانت ومحرم كي معتمر كو البنانت هي حاجيقة هدي اللي قبت بادة الله بادة هدي لكن اللي قبت بادة وي وان اللي ازداوين في ديانة وان اللي اسكربة في ديانة محين نقطي في ديانة هذا ثم رئيسي حديث كي كعب بن عجرة هاتكو ثم رئيسي حديث كان مركز سداسو أصل وياه سداسو أصل وياه هذا حتى اللباس كله عضو ومحظورات كله على سدا أمباديه في ذا في عام وما لبضن قشوي باب الجواز مداوات المحرم عينيه وحباب يقفك محرم كها هذين ده لقى قبطه وبكورة كله عضو بكورة أما قري داف وحدي جرتين داف شو قرن ما يساين ده لسك قبطه طيب محاط هذا يا regards in the book bay dada in the book way loobay in the book bay dada tayib inagu maxaan dhii jiray bokoro tan la wato ushan maadi tan qolaafana maadi inagu bokoro ah siyaq buluug arsari way qadan tan mutoob dhahanan afgani maamiya واي المهم الفان ترى مره باب جواز مداوات المحرم عينيه لبدا ان دو هدي لغا قبطو حنون كا غارو ان قفك محرم كي معتمر كما حاجه اسك داوين كرو حدثنا ابو بكر بن شيبه وعمر الناقد وزمن حرب جميعا صدح ذا امام عن ابن عيينه صفيان
قال أبو بكر رسول حوري في رواياته حدثنا سفيان بن عيينة أيوري مرهين عن ابن عيينة سيد الله بذوات أيدا هذه حدثنا أيوب بن موسى الأموي عن نبيه بن وهب ابن عثمان بن طلحة الحجب العبدري نبيه بن وهب وتابعي قال وحوري خرجنا وحن لبحني هضان هاي مسلمين مع أبا بن عثمان بن عفان وتابعي خرجنا وحن لبحني مع أبا بن عثمان حضر لبحدين أسقى أمير الموسم أها تذكر مالين كاحجي سنة كاحجي أسقى أمير أها طيب إيه مدينة كبحي هذا الكاسيو مكة هذا حتى إذا كنا مركا نقاني بمال للميشة اللي داد ومال مقعد ولغو سيفرطو لدقو اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر باوح وكشكت التيمي عينيه إنه كشكت صحابي تابعي قاسا إنها كحانو صدي فلما كنا بالروحاء مركان قارني الروحاء إنه نصومر وميل مقعد اشتد وحاد الرادة وكسي الدرية وجع وحنون كيسي مركا لما رأي ملل ميش اللي جاده أيو الدرية ما إنها إن داف أما بكور أي كيس وحنون صني وحور إسكاد كيس إن رقع الله كارده قاية مركو عبار لسعود وميش الروحاء لك قاري يوحنون كيسين وكسي الدرية فأرسل وحوفر يندري وذات كاسي عمر بن عبيد الله يحنون صني إلى أبا بن عثمان بوفر يندري وسأل ويديسنا يسأله ويدين بأي شيء يعالجه محو ويدين سقى أميركا وأن علم فقيها فقهاء المدينة عشرة منهم أبان بن عثمان بيدين فقهاء فقهاء الرئيم مدينة تضبع مرنا وطبن هدير لبديه طبنك هو وين وحاكم ذا طبنك الرقوة وين أبا بن عثمان عثمان بن عفان بعد الله صحابي قاسر الله يتقرن إيسا خليف قاس نقيم بدنا عقل بدنا وفقيها نواءها مركب ما دام أميركي أوي هاي أمضى وذي هو كلية ذوذي حقا إنه نعلم ياي حورا دون ده اللي جاي إن ده مركب واحد اللي داوين هي وحلا جاي أبا إن زعفران هي عصفر لجود داوي ورس يهرو لجود داوي وحلا جاي أبا داو عرف سوء تقول إلا مريو وحلا جاي أبا حربه يتيم إلا حيرو الداتان بلا جاي أمر دعان وبقصتي وفعل فاعل كل دعان في ذاك واجب اسم الله سميه يسأل وسوق ويديني روايدي حميدي بأي شيء يعالجه روايدي حميدي وحي عضيسي وحل ويديي أبا بأي شيء يعالجه بحان اسكو داوية عند أبو دادو حان خصوه مرأي فأرسل إلى أبان وهو أمير الموسم أمير بؤاء حلق سيدنا عثمان وهي أساق مركز أو شاسي مسؤولك فأرسل إليه وحيوغسو جوابي سؤالشي أندمدهما أريد مدهما كفا شدي أما كل روب بالصبر صبر كباك اللي قال بالك خراري زمان أرقي إذن كاس كقرة فشار هذا دعر دعر مروي صبر كزمان لو يتغنى صبر بداية وصبر ذات كان علاش فريستي بين تي قستان بال هذا خرار اللعب بس وقرن ميزا دعان كاس صبر كلي هذا أما جيت كيسبة إنه وح وخرار زمان لعبت ودعر مر ملاك طيب دعرت مركا اما صبر كاسي مدب اهان وهرود وشالي كرو انو كمدو لكن مكا لا قسمحو نقدا يرشالو نقدا تالان لو اوغلين قف محرم كي حاجيغا اي رغا لبكا خاصه لبد بو لو ديدانا وين نغ سو مرو مركا وانا سو مر فإن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حدث وحكش كتب عن رسول الله بني سمر وحكتب في الرجل منك إذا اشتكى عينيه مكلا من كشكته وهو محرما أصوغ محرما ضمدهما وحكود روب أما كفاشد أما كوكبي تلميذ كو مركا فاشد أما خير قد أما مر أنت دا ولا مريو ماشي أتكحن صنايد أما بوقت اللي قلت لكيو حنا محمد راد يا أقول له بتان أما صارد أما فاشدين وياد حكى لقرن ماين فإن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حدث وحكتبي عن رسول الله رسول الله وحكتبي في الرجل في حكم الرجل من حكمك إذا اشتكى مركو كشكته هبل وشيغان يا وحنصنا يا أوي صمالي إرقاس عربي وأسأل كسوا عربي لكن صمالي هم بيستعمالا وهو محرم صغو محرم ضمدهما
وكدروب يا أم وكفاشدين بالصبر بالك الليل عند أحمد وحاكو يمد أسوق في لفظ أن رسول الله رخص في المحرم إذا اشتكى عينيه ورأسه أن يضمدهما بالصبر ونحو للنساء نسائنا ما كسو مره إيري اللهم إذا كسو مره وحدثنا وحكوا لحدك إنو التبيي إسحاق بن إبراهيم الحنذلي سعد بن راهويه وقد قرأ صاحب التفسير والمسند إنك قيمة بنا إمام كها قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثني أبي أبينا وعبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب ابن موسى الأموي حدثني نبيه ابن وهب العبدر الحجبي أن عمر ابن عبيد الله ابن معمر رمدت وحب كروتي أمد في كل عي أما إن دب كل عي رمد عينه إشي سبب هي حنوستي واتقانا بيلتاي إشي بك حنوست لابد أن يرد بك حنوستي فأراد وحوضا معي ننك تابعي عمر بن عبيد الله أن يكحله أن يكحلها إنه كون دكوله بشيء فيه طيب ويهدى إن دكولك عادي قال لما ديدنو ما كان محرم كتي حاجي تاي إن دكول إسك عادي ومدون ودقون لهين عرفين دم لها على الراجح عند السلف والخلف ولديه حتى زيادة النوع عاصي حرقة النوع عاصي قرحنت النوع عاصي اللهم باني وشعث طفل إنه قتال الدنيا ويجران لكن وحلو بدأي هاي إنه صندب لهاي مركوا الوقص بني هاي إن مركا اللي دهدو فأراد وحوضون تابعي عمرها أن يكحلها إنه كون دكولو كحل فيه طيب وواحد كون كجرو فإنها هو أبا من عثمان بأودي ذي ويدها كون دكولة هنا مرينين بالك طيب كأن كل قد أنت بدو يدقون عند العرب قديما وأمر وحو أمري أن يضمدها إنه كون كدشي أما كفاشي بالصبر بالك اللي دهد أما الدعر أما صبر كان قرار العبتاء وحدث وحونا كتبيي عن عثمان بن عفان بكوري هوشا يدا مركو فتوون أبان بن عثمان عين مثل أنه فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونمن صحابة ولسو حجية ونها كحانو صدب بكورة كل عضي أما الداف كل عضي قولي الداف كل عضي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان من حيث السنة مسلم بان لا تفردي مسلم بان لا تفردي بخاري موريه مسلم حلوة أبو داود النسائي الترمذي أحمد بن حنبل يدارمي في سنة كذلك ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وإلا وذاقان وحديث صحيح انت وحادير الإمام علي بن عمر أبو الحسن الحافظ الدار قطني كتاب سأتطبع الإلزامات بخاري والنقدي وحول البخاري وحديث كتب وقل ضمي بخاري دار قطني حكون نقائون نضوري وأن دبي استجمعت وحليه بخاري حديث كان محاض أوقاتك تؤسه ساري وإذا في صحيحك لأن معايا إلي حديثك هو صحيح بروح إلى أن أملها وكل جنيا كتابك سأتطبع الإلزامات رقمك بقول صدى يلا بك فيري وحوري وأخرج مسلم حديثي نبي وهما صحيحان ولا عذر للبخاري في تركهما وحروف تيسي حلو أخرج مسلم مسلم حصو صاري حديثي نبي حديثي نبي وحديث كان كيكوبا وكان لبدا حديث النبي نبي بن وهب ابن عثمان بن أبي طلحة الحجبي حديث وكان من نوح من دونا كتاب النكاح كتاب النكاح بكوي من دونا كن أفر بقول يا السقال يمكن نمت نقوينها استفيري كن أفر بقول يا السقال بكوي من دونا وحديث كورنية قفكم محرم كاللوما وقالوا إنه هويني قوري أما قرصد أما أغدونا أما الله دونا حديث كان أساقا ورين دونا لبدا حديث ببخاري مصر صار مثل قصة روح محرم كا إنها اسكدا ويني إيو حديث قصة بسان محرم كإنه اللو قالوا إنه قوري أما قرصد أما الله دونا أما أغدونا لبدا حديث ببخاري وحوقت تقي وحوري واه ووحن الله بانين وأخرج مسلم حديثي نبيهن وهما صحيحان لبدا حديث باء ولا عذر للبخاري في تركهما ساسو إمام كوي لبخاري ما حكاك الجواب إذن ما حكاك الجواب إن بخاري لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح دار قدني وقد كاذو مويني هي
بخاري وح لقو قبصه ماش ميال محاجره بخاري ما بلن قادن حديث كستو صحيح انه كو شيغيو كتاب كيس ما بلن قادن بل اسغا وحو يري وحي انيغا مركان او اركي بان كيناي وتركت من الصحيح كثيرا خشيه الطول وحي مركان يلو قمدي بان سو اوروري حديث انه صحيح وان كتغي سان كتابك او وينانو ديراني مركو وعو ربا انو يادو احاديث حديث ان كا تبردرنا واد وريزي كوا كا علوسنا واد كتكتب ولاد ولي المهم جاوبت وانتاس جاوبت وانتاس حديث كما كاسنا اصل وحوي هي المساله دي تداوغ اهيد واصلو انها تتكحن روح محرم كا اي حاجي ام معتمر كا دو حنصدو انو يزداوين كرو هذا الدواء أن تمحيرت كيني إن تما هذا الله حيره شركة ما ملح الله يعيره أذكر داويسه أما أن يقولون الطبيب عذر عن الله هنا أذكر داويسه وحف ديال الله مرة هذه لكن الوجود داوي وحن يقولون يعدي بعذر لا أما تما إن الله حير الله بعضه وجرح الله وصمة أما التوبين وكله وتنيه من لقى جوي مركب وحلاقة ربا في جدة صومرتين أيضا من نف ديك نف أريا صدح مرمض وصونا أما لح مسكين وتقود يسوع والله سبحانه وتعالى عليه.